بدنا نتحدث فيه عن طرق النشر العلمي في المجلات والدوريات العلمية العالمية. راح نتعرف من خلال تدريب اليوم على عدد من النقاط، من أهمها دور النشر العلمية العالمية، ما هي معاملات التقييم للمجلات سواء كان سايت سكور أو اتش اندكس أو جوجل سكولر أو الامباكت فاكتور، مين المجلات والمؤسسات التي تمنح معاملات التأثير للمجلات العلمية، وما هي المؤسسات العلمية المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية عالمية. دائماً بنسمع أنه بمجرد ما الشخص قام ببحث علمي بده ينشره في مجلة علمية عالمية معتمدة. إيش نقصد في هذا الكلام؟ أو إيش هي دور النشر؟ أو مين الأشخاص اللي بيعطوا معامل تأثير؟ وما هي قواعد البيانات؟ في البداية لازم نتطرق لقاعدة البيانات العلمية العالمية الأشهر عالمياً وهي سكوبس. هي تصدر من دار نشر هولندية اسمها ألسيفير، تحتوي على 22 ألف مجلة علمية عالمية تنشر في جميع المجالات والتخصصات بشكل عام، سواء مجالات العلوم، مجالات التكنولوجيا، الطب، الاجتماع، الأدب. فيها عدد كبير ومنوع من المجلات اللي تنشر في هاي المجلات، تكون ضمن قاعدة البيانات العلمية العالمية سكوبس، وهو من أشهر المعاملات العالمية. سكوبس هي قاعدة بيانات علمية عالمية تم إنشاءها بال2004، تحتوي على 36 ألف تايتل لمجال بحثي علمي مصنف، تحتوي على 22794 مجلة علمية عالمية مصنفة، تشترك في عدد منها مع قاعدة البيانات الأخرى اللي هي اسمها ISI تابعة لكلاريفي أناليتكس. قاعدة البيانات اللي هي السكوبس اللي تابعة لألسيفير تحتوي على عدد من المعاملات، مثل معامل الـ H Index اللي بتعطيه للجورنالز، وكذلك في عندي السايت سكور اللي هو معامل تأثير المجلات، بمعنى كل مجلة لها معامل تأثير وكم مقدار فعاليتها وقوتها بالنسبة للأبحاث اللي بتنشرها. بالإضافة أنها تحتوي كمان على الـ SGR، وهو اليوم بنتطرق إلى هذا الموقع اللي بيوفر لإمكانية البحث عن المجلات اللي الشخص بده ينشر فيها بحثه. كما كذلك في عنا الـ SNIP اللي هو بيعطي مقدار الـ Impact Factor للبيبر، وإحنا بنسميه Site Score. قاعدة البيانات رقم 2، رقم 1 حكينا هي سكوبس، رقم 2 هي لجوجل. جوجل أنشأت قبل فترة قاعدة علمية مختصة في الأبحاث العلمية، سواء محرك بحث أو لضم المجلات إلها، اللي هو الجوجل سكولر اللي بيحتوي على 389 مليون دوكيومنت بحث علمي منشور مختص في مجال الساينتيفيك ريسيرش البحث العلمي. تم إنشاءها كمان في 2004 زي مثل سكوبس، ويتم تطويرها بشكل كبير جدا، ولكن دقتها ليست بدقة سكوبس اللي هي تبع دار نشر ألسيفير. قاعدة البيانات رقم 3 اللي هي اللي بنسميها الويب اوف ساينس او الاي اس اي، هي تابعه لقاعدة بيانات اللي هي اسمها كلاريفيت اناليتكس، ويتم اطلاق عليها اختصار الاي اس اي. كانت في السابق تابعه لشركه امريكيه اللي هي اسمها تومسون رويترز، بعد فتره تم بيعها ونقل الملكيه من تومسون رويترز لكلاريفيت اناليتكس، وهي من اشهر قواعد البيانات اللي احنا بنسميها ISI او الويب اوف ساينس. اكيد ما تنسونا من دعمكم للقناه، شير، سبسكرايب ولايك للفيديو. ثانك يو.